مرحبا، اليوم هحضر معاكم صلصة البشاميل. لصلصة البشاميل بنحتاج 3 مكونات أساسية فقط: حليب، زبدة، طحين. المعادلة لصلصة البشاميل: كل لتر حليب رح يحتاج 4 معالق طحين و4 معالق زبدة. القاعدة إنه كمية الطحين دايما نفس كمية الزبدة، يعني حتى لو بتكون تضاعفوا الكمية أو إنه تعملوها نص الكمية، دايما بتكون كمية الطحين نفس كمية الزبدة. هلأ هبلش التطبيق العملي وهشوف شو المشاكل حتواجهني. هلأ هنزل التنجرة على الغاز، هنزل المفروض 4 معالق زبدة، بس هون أنا بحب الزبدة، بحس دايما لما تكون أكتر بتكون أطيب. نزلت 4 شرائح اللي هي أكتر من 4 معالق. هبلش أسيح الزبدة. هون نقطة كتير مهمة إنه لازم ما نخلي الزبدة تسخن كتير، مجرد ما تنزل تبلش تسيح خلص على طول ننزل الطحين. هون بس هنزلها، هخليها تسخن شوي. نزلت على طول الطحين وبلشت أقلب، نزلت 4 معالق طحين، نزلت أقلب كتير منيح لغاية ما الطحين كله أتأكد إنه داب وبلش يتحمص مع الزبدة كتير منيح، بلش ينطبخ منيح ويستوي. هون انا اصلا نزلة كمية زبدة اكتر، فحضر اني هيك حسيت الزبدة كتيرة، فحزيد معلقة طحين. بس انتو لو تقيدتوا من الاول بكمية الزبدة ما رح تحتاجوا تزيدوا عادي. هون انا زدت بهاي الخطوة، زدت معلقة طحين وبلشت ارجع اقلب. خطوة التقليب المستمر كتير كتير مهمة بصلصة البشاميل. هلأ حتأكد انه الطحين انطبخ تماما مع الزبدة وتحمص، هبلش انزل الحليب تدريجي. هنزله تدريجي مو دفعة واحدة، هستمر بالتقليب. بالاول ححس الموضوع صعب انه في تكتلات، بس هو مجرد ما استمر بالتقليب على طول كل شيء رح يدوب. هون رح ابدل، استخدم المضرب اليدوي اسهل بانه يخلي التكتلات تدوب. رح استمر بالتقليب وكل شوي حزيد الحليب تدريجي. انا طبعا هون استخدمت 1 لتر حليب. استمر بالتقليب لغاية ما الحليب يغلي والقوام يسمك. هون حكمل كمية الحليب، حنزله تدريجي، اضلني انزل فيه تدريجي. التقليب المستمر خطوة كتير مهمة. هلأ وصلنا لمرحلة الغليان والقوام صار سميك وممتاز. هلأ حضيف الملح، حطيت هون ملح وححط فلفل أسود. رح أحكي بالنسبة للتوابل، في ناس بتحب تحط جوز الطيب، بس أنا ما بفضل. بس هو بالعادة بالنسبة لصلصة البشاميل وكل الصلصات البيضاء، بالعادة بيستخدموا لهم فلفل أبيض مش أسود، عشان الفلفل الأسود بيغير اللون، بيخليها شوي غامقة. بس صراحة الفلفل الأسود صعب للواحد يستغني عن نكهته، هو نكهته ألذ من الفلفل الأبيض. هون عشان نتأكد إنه البشاميل نجح معانا رح نعمل هذه الحركة، رح نمسح شوي وهيك نتأكد انه هي ظابطة تماما. وفينا ندوق الملح والفلفل الأسود ونعدلهم لو كانوا قلال، ولو طلع القوام كثير سميك وحابين نخففه فينا نخففه بحليب. وبتمنى انه تكون الوصفة عجبتكم، وصحتين وعافية.